بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة عايز اقول لك ان مارك جلاتنبرج النهاردة بيقدم درسا في كيفية الإدارة. مارك كلاتنبرج النهاردة بينفذ أول طلبات طلبها النادي الأهلي، وكان طلب بسيط جدا من أجل العدالة، عشان الجمهور يبقى قاعد مطمن مش زعلان إنه فريقه خسر بسبب خطأ تحكيمي أو لا. إحنا عايزين نشوف، عايزين نعرف الحوارات اللي بتحصل بين حكم الساحة وحكم الفار، وهل حكم الفار طلب من حكم الساحة انه يروح يسمع ويشوف بعنيه الحالة التحكيمية، ولا ما سألش، ولا الغلط عند مين؟ يعني النهاردة لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية اتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة المحترم، واخد بالك يا عصام يا عبد الفتاح، واخد بالك يا جمال يا غندور، واخدين بالكوا يا بتوع الاحتواء، المحترم مارك كلاتنبرج اللي هيتحارب. انا بقول لك اهو، الراجل ده مش هيعبر، الراجل ده جاي يشتغل شغل على مية بيضة، واحنا ملناش في المية البيضة، احنا لنا في الاحتواء. الراجل النهاردة الاسبوع الاخير من بطولة الدوري المصري الممتاز جاب الحالات التحكيمية الجدلية وعرضها بكل شفافية، ما طلعش يدافع عن خطأ حكم، لا بيعترف بخطأ الحكم، وبيقول لك الحكم اخطأ، حكم الفار اخطأ، حكم الساحة اخطأ، وهكذا وهكذا. هو ده اول خطوة لطريق تحسين وتطوير التحكيم المصري، انك تشير الى الخطأ عشان تعالج. لكن اللي قبل كلاتنبرج الاخ عصام عبد الفتاح كان يطلع يلف على القنوات الفضائية، شوية عند حتحوت، شوية عند شلبوكة ملك الدربوكة، شوية ابراهيم فايق، شوية شوبير، شوية مش عارف مين، لف القنوات كلها. الحكام بتوعنا زي الفل يا كابتن، احنا شايفين شغلنا، والناس القلة المنحرفة يا كابتن اللي بتقول ان التحكيم المصري مش بخير، عايز اقولك ان دول من اعداء الوطن يا كابتن، ودول مش عايزين مصر بخير، لان انا راجل وطني وانا راجل شريف. معرفش ايه اللي جاب الوطنية لشريف لوطني لمش عارف ايه لحالات تحكيمية كل خبراء التحكيم اجمعت عليها الا انت يا عصام عبد الفتاح. كان بيطلع يدافع عن الباطل، كان بيطلع يدافع عن الباطل. النهاردة كلاتنبرج جاب فيديو حوالي 5 دقايق وتعرض على صفحة الاتحاد المصري لو عايزين تسمعوه. جاب كل الحالات التحكيمية، جاب الحالات التحكيمية اللي كان الحكام فيها صح. ماتش المصري والمقاولين الحكم رفض يحسب ضرب الجزاء للمصري البورسعيدي، قال لك الحكم كان قراره صح. ماتش فاركو وسموحة، لاعب سموحة طلع قافز على مدافع فاركو، والحكم هنا كان بنت وهي شاهندة المغربي، أول مباراة تحكمها في حياتها في الدوري المصري للرجال. البنت اللي هي شاهين ده اول ماتش تحكمه لغت الهدف، حكم الفار قال لها تعالي، لا ده الجون صحيح، الجون ما عملوش حاجة. راحت البنت شافت الحالة قالت له لا، اللي عليه الخطأ مش حارس المرمى، اللي عليه الخطأ هو المدافع، ده طالع راكب فوق المدافع وقافز فوق المدافع، واتلغى الهدف. مارك كلاتنبرج في التعليق بتاعه على الحالة دي قال لك برافو الحكم الساحة، الخطأ على حكم الفار، كان بياكل بليلة ولا كان شال الفيشة بتاعت الفار وكان بيعمل شاي، ما تعرفش كان بيعمل ايه. دي حالة بتبين لك ان الراجل ده جاي يشتغل، مش جاي يسقف ويطبل لكله، لا. قال لك البنت شاهندة المغربي دي برافو ليكي، خطأ على حكم الفار اللي ما كانش لازم ينده على الحكم، لان الكرة فعلا هدف ملغي. هدف الاهلي بتاع ضربة الجزاء ضد سيراميكا كليوباترا، لما الحكم احتسب ضربة الجزاء وده انذار فالفار طلبه، وجايب لك صوت الفار مع الحكم، هات لي كذا ووري لي كذا، ده اللي النادي الاهلي كان بيطالب بيه. لو الفقره دي استمرت الموسم اللي جاي عايز اقول لك في انديه هتهبط.
انديه بتكسب الدوري مش هتلاقي الرابع والخامس. ليه؟ لان كل حكم النهارده هيخاف، حكم الفار ولا حكم الساحه هيخاف، لانه هيبقى مفضوح قدام مصر كلها، هيتكشف قدام مصر كلها. فاي حد هيفكر او شيطان يوسوس له انه يحتوي او يعمل بروتوكول هناء وبروتوكول مش عارف مين، يبقى هو اللي كشف نفسه بنفسه. طيب تعال نروح لمساهمات الحكام في درع الاحتواء. في حكام بقصد او بدون قصد وجهوا البطولة السنة اللي فاتت لنادي الزمالك. انا جايب لك بالارقام عشان تعرف مين الحكم اللي بيزبط وفي الحكم ما بيزبطش. ابراهيم نور الدين ومحمد الصباحي ومحمود باسيوني ووائل فرحان. ابراهيم نور الدين حكم للزمالك 3 ماتشات اداهم 7 نقاط. 7 نقاط الزمالك قدام الجونة 2-1 للجونة للزمالك، خدوا نقطتين بالرغم ان كان في ضربات جزاء في المباراة اتحسبت لصالح نادي الزمالك. الزمالك والاتحاد السكندري تعادل نقطة خدها الزمالك بدون وجه حق. 2-1 قدام الاسماعيلي في القاهرة برضو كان ابراهيم نور الدين، كان حكم الفار محمود باسيوني، ضرب الجزاء على الزمالك في الشوط الاولاني ما اتحسبتش وخد الزمالك نقطتين بدون وجه حق. مباراة الزمالك وسيراميكا 3-2 وائل فرحان على الفار، ابراهيم نور الدين حكم للساحة، برضو الزمالك خد نقطتين بدون وجه حق. ادي 7 نقاط بس وداهم ابراهيم نور الدين بقصد او بدون قصد، بقى دي ما لناش دعوة بيه. محمد معروف ادى 4 نقاط للزمالك، ماتش الزمالك والمصري كان باسيوني على الفار ومعروف في الملعب وكسب الزمالك 2-1 بتاعت محمود حمدي الونش لما المصري كان متقدم 1-0 والونش كان المفروض يتطرد في انفراد اوستن اموتو ما طردوش والزمالك رجع في المباراة 2-1. الزمالك وسيراميكا في الدور الاول 1-0 كان حكم الفار محمد الحنفي وحكم الساحة محمد معروف ورفض يرجع للفار في ضربة الجزاء الشهيرة. 4 نقاط امين عمر، 2 في ماتش الزمالك طلاع الجيش وائل فرحان كان على الفار وخد الزمالك نقطتين من طلاع الجيش بانه كان يستحق التعادل. الزمالك والمقاولين 1-0 عمرو الشناوي كان على الفار برضو الزمالك خد نقطتين بسبب ضربة الجزاء اللي كانت المفروض تتعاد بتاعة احمد علي. محمود ناجي ادى الزمالك نقطتين عن طريق الفار كان مع حسام عزب في ماتش انبي 2-0. الفار ادى الزمالك نقطتين في ماتش استرن 2-1 كان طارق مجدي في الفار واحمد الغندور في الملعب. الفار برضو كان طارق مجدي نقطتين الزمالك والاسماعيلي الدور الثاني محمود البنا حكم ساحة. الفار برضو ادى الزمالك نقطتين في الدور الثاني الزمالك و استر عفوا وفيوتشر 3-2 كان محمد الحنفي ومحمد عادل على تقنية الفار. دي كلها نقاط راحت للزمالك عن طريق الحكام. اعتقد مع مارك كلاتنبرج الزمالك مش هيشمها تاني. طيب عايز اقول بالنسبة في احصائية كده مضحكة بتاعت خالد صلعت. خالد صلعت هو راجل يعني شاطر في الكوميديا او بيعرف يضحك لكن الاحصائية بتاعته مفهاش باتنين جنيه منطق، او عقلانية. قالك الزمالك خد الدوري برصيد 7 نقاط من اجمالي 102 نقطة، يعني نسبة نجاح 75.5%. المفاجأة بقى ان الزمالك قبل فيريرا لعب 11 ماتش خد منهم 25 نقطة من 33 بنسبة 76%، مع فيريرا لعب 23 ماتش خد منهم 52 نقطة من 69 بنسبة 75.3%. يعني نتائج الزمالك نسبة وتناسب قبل فيريرا افضل شوية من نتائجه في بعد فيريرا. المفاجأة الثانية والاهم من الاهلي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة من 102 مباراة بنسبة 68.6%.
الاهلي مع موسيماني في الدوري لعب 16 ماتش بنسبة نجاح 77%، وبعديه 18 ماتش بنسبة 61%. لو كان موسيماني كمل كان الاهلي خد الدوري، ده هو ماشي بنسبة بالنسب. يعني عايز اقول لك بس يا خلو ده عشان تعرف بس ان الاحصائيات بتاعتك دي فنكوش وبليلة يا جماعة. ما ينفعش اجي مثلا الزمالك لعب 16 ماتش صعب في بداية الدوري او 10 ماتشات صعبين في بداية الدوري، واجي اقول العشرة الباقيين الضعاف او الثمانية الباقيين الضعاف الزمالك نسبته فيهم كان اعلى من النسبة دي فلو كان كمل. كلام بتاعك غير منطقي. هو ليه خالد صلعت بيحاول دايما انه يقتطف او يجتزئ من الحقيقة الكاملة؟ ما تجيب الاحصائية بالكامل، هات الاحصائية بالكامل. مفيش حاجة اسمها لو كان موسيماني كمل كان خد الدوري، مفيش حاجة اسمها اصل فيريرا اضعف من المدرب اللي كان مع الزمالك قبل كده، مفيش الكلام. لو كان كمل موسيماني وبنسبة الفوز اللي بيعملها موسيماني كان هياخد البطولة، وايه الكلام الاهبل ده؟ ايه الكلام؟ يعني النهاردة مثلا لو جه كابتن سامي قمصان لعب كم ماتش في الدوري؟ لعب ماتشين، خد 4 نقاط من ماتشين، 4 من 6، يعني بتتكلم في نسبة برضو حوالي 75%. هل لو سامي قمصان كان كامل كان هيكسب الدوري؟ ما هو نسبة وتناسب بقى، ما هو نسبة نجاح 75% في ماتشين. معنى كده لو كمل بقية الدوري يا خالد يا غبي يا صلعت كان كسب البطولة. بطل بقى تلعب على الجماهير بإحصائيات مضحكة وكوميدية. تعال نروح لميدو. ميدو بيوجه ضربة قاضية لنادي الزمالك ولجمهور نادي الزمالك. قلت لك امبارح ان زيزو بيتلاعب بجماهير الزمالك، ووالد زيزو شاطر قوي وبيعرف من اين تؤكل الكتف. ميدو قال لك النهاردة الزمالك ما عندوش حل، احسن انه يقبل العرض بتاع الريان القطري. قال لك الزمالك مع زيزو النهارده في شرط جزائي 2 مليون دولار، ولفته طيبه ان بتوع الريان القطري رفضوا يفعلوا الشرط الجزائي وعايزين ياخدوا الولد من البيت، يعني مش عايزين نخش البيت من الشباك، بنخشه من الباب. فقال لك زيزو على بعد خطوه من الريان القطري بعد عرض جديد من الريان ب 5 مليون دولار، رقم كبير جدا لنادي الزمالك، يقدر يسند نادي الزمالك ويرحل زيزو لنادي الريان القطري. لكن السؤال، هل الزمالك هيقدر يعوض زيزو؟ هل في حد في الدوري لاعب مصري يقدر يعوض غياب زيزو؟ اعتقد صعبة وصعبة جدا ان الزمالك يقدر يلاقي لاعب في امكانيات احمد سيد زيزو. لعيب جيد جدا، لعيب من وجهة نظري من افضل 3 لاعبين في الدوري، لعيب مستقبل لنادي الزمالك وللكرة المصرية. تعال نروح لي، عايز ارد في حاجة بالنسبة لميدو. يا جماعة الشركات والرعاة والمعلنين مش هيمشوا بعد كده بالدراسات والإحصائيات والاستبيانات والتسويق والكلام ده كله، لا هيمشوا بدماغ ميدو ودماغ خالد الغندو. وش لأن ميدو قال لك احنا مش هنسكت يا سيادة المستشار، ازاي الاهلي ياخد اكتر من الزمالك واحنا. انا عايز بس اقول لميدو بالارقام، ما هي الارقام ما بتكدبش يا جماعة، التاريخ ما بيكدبش والقطنة ما بتكدبش. النادي الاهلي يا جماعة اخر 20 سنة، ما هو المعلن بيجي يقول لك شوف لي مين الاكثر بطولات، الاكثر شهرة، الاكثر عالمية، الاكثر اللي اسمه بيرن يعني. فيجي يقول لك مش السنة اللي فاتت، لا هات لي اخر 20 سنة كده شوف لي الدنيا ماشية ازاي. فاخر 20 سنة الاهلي كسبان دوري ابطال افريقيا 7 مرات. طب المنافس اللي عايز ياخد زي الاهلي كسب كم مرة؟ 5؟ لا. 4؟ لا. 2؟ لا. 0. يا نهار اسود، 0. وعايز ياخد زيه؟
المنافس بتاعي اخر 20 سنة انا رحت 7 كاس عالم منهم 3 مرات واخد برونزية. طب المنافس راح كم مرة كاس عالم للاندية؟ يوه يقطعنا نسيت، ما انت ما تعرفش يعني كاس عالم للاندية. فتخيل انت المعلن اجي يقول لي كاس، طب راحوا كاس عالم، اقول له ما يعرفوش عن حاجة يعني ايه كاس عالم للاندية. طيب يا جماعة اخر 16 اخر 20 سنة في الدوري اتلعب منهم 16 بطولة، ده كام وده كام؟ الاهلي خد 13 والمنافس اللي عايز يعمل راسه براسي خد 3، خد 3. طيب النادي الاهلي اللعيبه بتاعته بتطلع بتاخد جوائز قاريه وكده، اه اخر سنه الاهلي واخد 5 لعيبه من 10 لعيبه الافضل في قاره افريقيا. الاهلي في اخر 20 سنه عنده 7 لعيبه طلعوا الافضل في افريقيا. طب النادي المنافس صفر صفر. انتوا بتتكلموا في ايه يا اخوانا؟ يعني انا نفسي اشوف لك حاجه انت مقارب في النادي الاهلي، يعني لا جماهيريه مقارب ولا بطولات مقارب ولا جوائز فرديه مقارب ولا جوائز بتنجانيه مقارب ولا دوري مقارب ولا قاري مقارب ولا اي حاجه مقارب مقارب. يا راجل روح شوف لك مقابر بقى وشوف لك ولا مقارب اقعد لك فيها، اقعد لك فيها بقى، اقعد لك على جنب، اقعد لك على جنب يا عم الحاج وبوس ايدك ووش وداري. والله العظيم انت بتتجامل في الرعايه اللي بتاخدها، انت كنادي بتتجامل في الرعايه اللي بتاخدها، لكن انا باخد حقي واقل من حقي كمان. والله العظيم الاهلي بياخد اقل من حقه كمان. سلام.